خلص تمام. صورت انت ولا بصور ايش؟ لا لا ما عم بمسك كويس. مش مصور؟ لا عم بظبط فيه يا عماد. انا برضو بصور. شو مالكم عم بزيحه بظبطه؟ طب احكي لي. انا فكرتك عارف. احسن حط الكاميرا بحط شغلات هيك. خلص هلا هيك زبط. ها هلا بنبلش. Thank you.
اعطينا التالي. هذا ايش؟ والله قول لي اسمه. هذا حسين العزيز. هذا محمود موسى خشب جوز ميجام. خشب جوز ميجام عشان ما تنساش. سجلك زي يعني لما تحكي حل التراث. هذا ورشة نجم عبود. ورشة نجم عبود اللي هو خشب وينج وليمون وينج زي السيسم. هذا وينج جناح يعني؟ لا شجرة. اسم شجرة هذي. وينج وليمون وميجان. بس هو هي هون هيك شايفة مقحط زي هذي. عادي بالعكس. لا هاي مبين. هاي بالعكس هاي مش قحطة. هاي مبينة من التلوين ولا الشيء. إذا سجلت ال. هاي مسجل. بس زي هاي يا أبو. لا 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 هذا كله عوادي. بصراحة. بس هذا جد حلو. هذا طيب. حلو 2007 يعني إذا بحكي عود يعني حلو. خشب يعني ممتاز. شوف بدي أسألك، تعرف واحد من بيت البشيتي بيعزف عود ولا ما بتعرفه؟ إلا أشوف الشكل تبدأ.